بدايه اسمحوا لي ان اتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لمصرنا مصر العروبه مصر الجمهوريه الجديده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومه المصريه والشعب المصري الشقيق كل التحيه والتقدير من شقيقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومه الفلسطينيه وكل طفل وكهل وشاب فلسطيني من اعماق قلوبنا ومن صميم وجداننا ليس فقط لكل ما تقدمه مصرنا العزيزه من دعم واسناد للشعب الفلسطيني سواء كان في غزه الجريحه او في الضفه الغربيه ولكن ايضا للدور المميز والعمل الدؤوب والمستمر لوقف هذا العدوان الغاشم على فلسطين ولراب الصدع الفلسطيني الفلسطيني. اود ايضا ان اتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصحة المصرية الصحة والسكان لكل ما بدلته ولكل الإسناد والعون الذي قدمته لنا وأنها كانت تستجيب لطلباتنا كوزارة الصحة الفلسطينية ربما أحيانا قبل أن نطلبها تحسبا وتفكيرا منها هذا العدوان الغاشم الذي استمر لأكثر من سبعة عقود على فلسطين واحتلالها ولكن في السنة الأخيرة وما زاد عليها كانت هناك هجمه بربريه طالت الشجر والحجر والبشر ولم تدر اخضرا ولا يابس هذه الهجمه كانت تهدف بالاساس الانسان الفلسطيني الهجمه تهدف اساسا الى محو كل امكانيه للحياه في قطاع غزه وايضا في الضفه الغربيه في عده مناطق هذا العدوان ادى كما اسلف زميلي ليس فقط الى تدمير البنية التحتية ولكن أيضا إلى تدميم النظم الصحية التي كنا نفخر بها في فلسطين كنا نفخر بأن لدينا أحد من أفضل نظم التطعيم الصحي بنسبة فعالية تزيد على 99% كنا نفخر بأننا فلسطين أعلنت خالية من البوليو شلل الأطفال حتى قبل إسرائيل نفسها ولكن الآن هم أعدونا إلى أكثر من 40 سنة إلى الوراء نتيجه تدمير البنيه انقطاع المياه النقيه الصرف الصحي يغطي اطنان والاف وملايين الاطنان من الركام ومخلفات الحرب كل هذا ادى ايضا الى انقطاع التطعيم الصحي لاطفالنا وادى الى ان احدهم قد اصيب فعلا بشلل الاطفال نتيجه الفيروس هذا التدمير الممنهج ايضا استهدف ليس فقط المنشات الصحيه ولكن ايضا الافراد، نحن وجدنا كيف ان الاطباء في مستشفيات الشفاء وفي ناصر وفي الشمال قد اعتقلوا وعذبوا وقتلوا واسروا ودمروا وانهم استشهدوا وهم لا يزالوا يحافظون على صحه مرضاهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. الهجمة أيضا ليست فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا في قطاع التعليم في القطاع الاجتماعي التدمير الممنهج لكل أسس الحياة الكريمة نحن في فلسطين كنا بشهادة العالم قد استطعنا أن نسير في على الأقل ست أو سبع أهداف من الأهداف التنمية المستدامة الـ SDGs ولكن الآن عدنا إلى ما قبل نقطة الصفر هذا العدوان الغاشم سيحتاج بلا شك إلى قدر كبير وعدة سنوات لإزالة آثاره ولكن نحن واثقون بأننا بالعون الله وبالتضامن من أشقائنا ومن مصرنا الحبيبة على نحو الاختصاص قادرون على أن نعيد بناء غزتنا شكراً، أشكرك معالي الوزير